شو؟ ما اتصلت فيك؟ لا، بعد ما اتصلت. الظاهر الورد اليوم ما عطى نتيجة. بس رح يعطي. صاير واثق من حالك كتير. هيك شي. رح روح أنا أحكي معها. وشو بدك تقلها؟ بدك تترشيها؟ لا، ما رح أترشيها. ما تخاف علي، أنا بعرف شو بدي أحكي. مثل ما بدك. رح روح أعتذر منه، واللي بده يصير يصير. داليا هون؟ يس، فضل. هو اللي جايب لك بوكيه الورد؟ انت شو جايبك لهون؟ ما بتفهم عربي؟ صدقيني، ما بدي الا مصلحتك. ما بيهمني شو بدك او شو ما بدك، تفضل اطلع لبرا، روح من هون. بعتقد سمعت شو قلت لك داليا. قلت لك روح من هون، يعني روح من هون. وفينا أعرف حضرتك مين بتكون لتشحطني من هون؟ هيدا الشيء ما بيعنيك، ويا ريت بتروح وما بترجع لهون. عمو سامر عمو المعروف، ما بدي تتخانق معه. وانت إذا بتريد طلع لبرا، ويا ريت ما بقى بتفرجيني صورة وجهك. حضرتك سامر حجار؟ بيو بسام؟ أكيد جاي تساعد ابنك بالكذب وتسرقوا له مصرياته، ما هيك؟ أنا مين بكون؟ هيدا الشيء ما بيعنيك. وعادة السراق بيفكر إنه كل الناس مثله. فضل اطلع من هون، كلامك ما بيهمني. رح روح، بس خليك متذكرة إنه بيوم من الأيام في شاب اسمه لؤي حداد، حيولي يساعدك ويفتح لك عيونك على الحقيقة. تفضل ارتاح عمو سامر. رايقت أعصابك؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله أنا منيحة. أنت عارفة ليش جيت لهون؟ نعم، بعرف. أنا مش جاي لحتى دافع عني أو عن بسام. أنا جاي لأطلب منك شغلة صغيرة بس. شو هي؟ بدي إياكي تسألي عنا كل الناس اللي بتعرفيهم، لتعرفي كيف شغلنا بالسوق ومين نحنا. إذا حدا بيقول لك إنه سامر وبسام الحجار جماعة نصابين، ساعتها اعملي اللي بدك إياه. طيب شو مصلحته لو أي حداد يجي يقول لي هيدا الحكي؟ ما لازم تسألي هيدا السؤال داليا، واضح انك بنت ذكية. اكيد بدو المعمل يلي رفضت تبيعيه. معقول كرمال المعمل يعمل كل هالشي؟ الناس يا بنتي بيعملوا كرمال مصالحهم الشخصية اشي اكتر من هيك. بعدين انت مصدقة انه بسام بيعرف بنات كتير؟ هيدا الحكي مش مزبوط. كل شاب بيمرق بحياته قصص ومشاكل مع البنات، بس انت اول بنت بيعرفني عليها بسام، واول بنت فعلا بحس انه بده يرتبط فيها. اما بالنسبه للشركه، انت بتعرفي كتير منيح حياه رجال الاعمال والمشاكل يلي بيقعوا فيها. نحنا شغلنا بالسوق وياما تعرضنا لمشاكل كتير، بس منعرف نحلها ومنعرف ندبر أمورنا، والحمد لله ولا مرة سرقنا مال حدا حتى نخلص مشاكلنا.
أنا ما قصدي هيك. شو ما كان قصدك؟ أنا مش زعلان منك. أنا جاي لحتى أقول لك إنه بسام عن جد بيحبك. أنا شايف إنه أنت كمان حبيتيه. كرمال هيك ما تخلي كلام واحد غيور ومصلحجي يبعدك عنه. بحبك داليا، بحبك من قلبي. اجا عمو سامر وحكى معي. بعرف بس زعلان منك. ليش؟ انه هيك تصدق البابا ما بتصدقيني لإلي؟ لا مش هيك صار. بس لكن شو صار؟ صراحة ارتحت كتير من بعد ما حكى معي. منيح. لكن بكرة كل ما يصير مشكل بيناتنا ببعت البابا لعندي. ومين قال لك انه كل ما يصير مشكل بيناتنا رح ارجع سامحك؟ بس هيدي المرة انا ما قلي ذنب بالمشكل اللي صار. بعرف. يعني صدقتيني؟ شو عم يصير يا بسام؟ كل ما بتقرب منك بتحس انه جسمك ما بقى جسمك وقلبك ما بقى قلبك. اوعى اوعى انك تحبها. عن جد هيدا الشيء ممنوع. فيق يا بسام فيق.